فيش إشي ملموس، إحنا بنأمل إنه يصير إشي ملموس والأمور تتحسن. يعني مثلاً حتى هالوقت الكهرباء على ما هي 4 ساعات، المعابر مسكرة، قضية موظفي غزة، خصومات على موظفي رام الله. وأمنيتي بهذا الأسبوع اللي إجا فيه رئيس الوزراء اللي هو رامي حمدالله إنه يكون في قوة أكثر من هيك، إنه في يكون إشي على أرض الواقع، بدنا إشي ملموس، بدناش بس كلام وحكي، زهقنا الكلام وزهقنا الخطاب، بدنا شيء فعلي ملموس على أرض الواقع.